انضم الينا الان من نيويورك عبر السكايب المحلل السياسي احمد فتحي. استاذ احمد مرحبا بك، كيف ستتعاطى واشنطن في حال تم اقرار هذا الدستور الجديد وسط كل هذا الانقسام بين القوى الاسلاميه والعلمانيه في مصر؟ مصر بتشهد فصل جديد في تاريخها المكتوب الذي يعود الى 7000 سنه، وهو وصول الفاشيون الى الحكم. بالنسبة لواشنطن ستتعامل كما اعتدنا من الجانب الأمريكي بكل براغماتية مع من يكون موجود في السلطة، سواء كان هذا فاشية دينية أو فاشية عسكرية. فموقف واشنطن تحدده أولوياتها ومدى تعاون الطرف الآخر، ونحن لم نرى من جانب الفاشيون المتأسلمين ونظام مرسي والإخوان المسلمين أي بوادر بتشير إلى أنهم سيأخذون موقف متشدد. لماذا تطلق عليهم لقب فاشيين أستاذ أحمد؟ الإخوان المسلمين كجماعة هي جماعة فاشية في الأساس، هي ليست ابتكار جديد ولكنه إقرار لأمر واقع حدث منذ تأسيسها منذ 80 سنة أو أكثر. الإخوان المسلمون لجأوا للعنف والاختيارات السياسية على مدار تاريخهم. الإخوان المسلمون رأيناهم في أحداث قصر الاتحادية الأخير وهم يستجوبون ويعذبون الثوار السلميين المتظاهرين السلميين اللي كانوا موجودين. الإخوان المسلمون لا يعتادوا الممارسة السياسة بأسلوب متحضر، ولكن دائما بتسبقهم دعاوى العنف واستخدام أو التلويح بالتكفير لمن يخالفهم في الرأي. الإخوان المسلمون أصل الإرهاب، ونرى أيمن الظواهري رئيس لتنظيم القاعدة على كان عضوا سابقا. موضوعنا الآن ليس موضوع الإخوان المسلمين، يعني ليس معي ضيف ليرد على هذا الكلام، لكن المعارضة المصرية قالت بأنها ستحترم إرادة الناخبين لكنها تعتبر في الوقت نفسه الدستور الجديد لا يمثل التوافق الوطني. هل نحن أمام سيناريو فرض إرادات فقط؟ يعني لا، احنا امام سيناريو تزوير واضح للاستفتاء. فاذا كانت قوى المعارضه الوطنيه في مصر من التيار المدني والعلماني ستقبل بنتيجه الاستفتاء، فانها ستقبل بنتيجه استفتاء صحيح وليس استفتاء مزور كما هو حادث. راينا التزوير في المرحله الاولى كما راينا نرى التزوير اليوم في المرحله الثانيه. فأنا لا أعتقد أن قوى المعارضة ستقبل بالنتيجة النهائية. طب على ماذا يدل بنظرك أستاذ أحمد استقالة نائب الرئيس محمود مكي قبل إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور؟ هذه الاستقالة كانت متوقعة منذ فترة. يوجد خلافات في داخل مؤسسة الرئاسة ليس فقط بين الرئيس ونائبه ولكن أيضا على مستوى المستشارين. نتذكر عندما تم إعلان الإعلان الدستوري الأخير اللي فجر الأحداث بين الوطنيين والرئيس الإخوانجي مرسي، تم استقالة عدد من المستشارين، لأن صناعة القرار في داخل مطبخ الرئاسة في مصر لا يتم خلال شكل مؤسسي. لكن لماذا كانت استقالة نائب الرئيس في الوقت هذا بالضبط؟ يقول البعض أنه ربما لأنه لا توجد في الدستور منصب نائب للرئيس، ولكن هذا مردود عليه. ربما الدستور لا ينص على وجود منصب لنائب الرئيس كإلزامي، ولكن لم يمنعه أيضا من أن يكون للرئيس الحق في تعيين نائب له. الدستور لم تعلن نتيجته بعد، الاستفتاء لم تعلن نتيجته بعد. فهؤلاء المدعين أنه يعني استقالة المستشار ميكي جاءت نتيجة لأنه سيوجد دستور جديد، هذا الدستور لم يتم إقراره بعد. ألم يكن من الأفضل الانتظار حتى يتم إعلان نتيجة الاستفتاء وبعدها يتقدم باستقالته؟ نعم، البعض يقول بأن لدى السلطات في مصر وعلى رأسهم الإخوان المسلمين اتصال مباشر مع واشنطن. هل تملك الولايات المتحدة أدوات ضغط على الإدارة المصرية الجديدة في حال تعارضت المصالح؟ بكل تأكيد أستاذ أحمد، الإدارة الأمريكية تملك مفاتيح ضغط. رأينا كيف يعني أغدقوا على محمد مرسي بالثناء
بعد أن توسط في وقف إطلاق النار مع حماس التي هي ربيبة أو فرع للإخوان المسلمين في غزة. الإدارة الأمريكية تتعامل ببراغماتية شديدة، وهذا ليس شيء جديد عليها، فهي تملك أدوات ضغط، ولكن أنا أستشف من الدوائر القرار في واشنطن أنهم سينتظرون ليروا كيف تنتهي العملية برمتها وليس التعامل معها بشكل جزئي. شكرا جزيلا للمحلل السياسي أحمد فتحي، كنت معنا من نيويورك.